هذه عبادات ظاهرة لا بد فيها من الإخلاص ولا بد فيها من المتابعة. الإخلاص أن تريد بصلاتك وصومك وحجك وجه الله، ثوابك على الله، أجرك على الله. المتابعة أن توافق النبي صلى الله عليه وسلم في فعله، لا تصلي كما يقول الناس، بعض الناس كيفما اتفق. والله يا أخوان، ونحن نحرص على أخواننا، إني أسمع من بعض إخواننا ونحن في شهر عظيم وفضيل ما يقول في صلاته ألفاظا أشفق عليه، منذ أن يدخل مع الإمام وهو لا يعرف الصلاة. إذا قال الإمام إياك نعبد وإياك نستعين قال استعنا بالله، يعلق على قراءة الإمام، وإذا قام قال يا معين ويتكلم في ركوعه وفي سجوده. هذه الصلاة باطلة. هذا الآن لا يفرق بين الألفاظ التي يتكلم بها خارج الصلاة وبين الألفاظ التي داخل الصلاة. الصلاة لا يجوز أن يدخل فيها ما ليس منها. الآن المصلي في ركوعه يقول سبحان ربي العظيم، بعض العلماء يقول لو قال سبحان ربي العظيم في قيامه بطلت صلاته. هل سبح النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه؟ كان يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن. قراءة الفاتحة ركن أو واجب، وقراءة ما تيسر من القرآن سنة بالاتفاق. أما التسبيح في القيام ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. الاستغفار في القيام ما كان يفعله. الركوع يعظم الله سبحان ربي العظيم، ونهى أن ندعو في ركوعنا، بعض الناس يدعو في ركوعه. السجود تسبح الله سبحان ربي الأعلى وتدعو. إذن هذه أفعال. القيام له فعل وقول، والركوع له فعل وقول، والسجود له فعل وقول، فلا تدخل في الصلاة ما ليس منها. ولهذا كل ما يدخل من الألفاظ في الصلاة وهو ليس من جنسها هو مبطل لها، ينبغي أن نتنبه لهذا الأمر. بقي مسألة تعرض لنا الآن في القيام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، إذا مرت به آية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مرت به آية عذاب سأل الله أن يعيده من العذاب. هذا في قيام الليل ولا يدخل في الفريضة. فإذا صليت العشاء مع الإمام لا يجوز أن تقول هذا في الفريضة. نفرق بين الفريضة وبين النافلة. هذا قاله في النافلة نقوله في النافلة، هذا قاله في الفريضة نقوله في الفريضة. إذن هنا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصلاة تؤجر عليها على قدر متابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم. تقول كما قال عليه الصلاة والسلام، صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. لا يجوز لنا أن نحدث في هذه الصلاة. بعض إخواننا الآن إذا أقيمت الصلاة بدأ يتمتم، اللهم إني نويت أن أصلي صلاة العشاء في مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام خلف الإمام حاضرا. هذه كلها بدع، ما أحدث الله، ما أنزل الله بها من سلطان. دعوا هذه الأمور. العبادة كما قال العلماء أن تعبد الله بما يحب لا أن تعبده بما تحب. أنت تحب، بعض الناس يقول أنا أحب أن أتلفظ بالنية، ليس العبرة بما تحب أنت وأحب أنا ويحب أبي ويحب شيخي ويحب الناس في بلدي. العبرة بما يحب الله، اتبع ما يحب الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه عبادات. القراءة هذه التي نقرأ القرآن الآن، النبي صلى الله عليه وسلم له هدي في قراءته، كان يقرأ متدبرا، وكان لربما كرر الآية ورددها. نتابع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء.